يخبرني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن كلهم فتقريبا كلهم لولا هذا الإسلام، من كان سيعرفهم أو سيسأل عنهم. أنا لو قلت الآن عمر بن الخطاب كل واحد منكم كما لو أنني كنت أحدثه عن قريب من أقاربه، هل أحد منكم رأى عمر بن الخطاب؟ هل أحد منكم قريب من أقارب عمر بن الخطاب؟ هل أحد منكم يسكن في نفس الحي أو المدينة؟ هل بينه وبينكم مرحلة قصيرة؟ لا. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق والصحابة الكرام الذين كان بيننا وبينهم 14 قرن ويزيد، كأنهم من أقاربنا. بماذا؟ بما استحقوه من الذكر والثناء الحسن